تخيل الكروس اوفر هذا يمشيك في لتر الواحد 19.8 كيلو، رقم جبار على حجم هذا. حياكم الله متابعين ربع الاتم الجديد، اخوكم عبد العزيز، واليوم جاي اغطي لكم الجراند فيتارا الجديد من سوزوكي. طبعا هنا عند وكيل نجيب اوتو، سيارة دشنا امس، واليوم ناخذ عنها لفة سريعة على السريع عشان نتعرف عليها ومواصفاتها والفئات، واكيد راح نوصل الى اسعار الجراند فيتارا. خليكم قريبين، ايضا لا تنسوا من لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع المربع نت. حياكم. وهذا هو الجراند فيتارا بشكل جديد، طبعا شكل مختلف تماما عن اي سوزوكي قد شفته من قبل. طبعا كان في شيء اسمه فيتارا، هذا جراند فيتارا قصة مختلفة تماما. طبعا الكروم لا زال موجود، علامة سوزوكي حجمها كبير، كل ما تكبر علامة سوزوكي. عندنا واحدة من الكاميرات الأربع الموجودة في السيارة، واحدة في الأمام. ما في رادار موجود. هذا الليد النهاري، والإنارة الإشارات موجودة نفس الليد، يعني إذا جت إشارة هذه تختفي وتصير إشارة، بوريكم إياها. هذا هو الإنارة الأساسية تنير على الطريق نفسها. خلينا نتأكد نشوف هي ليد أو لا. الله، إنارتها ليد. فهذه هي الإنارة الإيدي. خلاص كده من وجهة السيارة، خلونا ننتقل للجانب، طبعا راح نتعرف عليها على السريع. زي خلطة أي كروس أوفر صغير الحجم، الرفرف يكون باللون الأسود، بعدين نجيك لون السيارة. جنط مقاس 17، مراية من المرايات الأربع موجودة هنا تحت المراية. أيضا هذه الإنارة أو الكشافات، أو عفوا الإشارة الجانبية، دخول البصمة زي ما شايفين في البابين، باب الراكب وباب السائق. وهذه الفئة معنا هي فئة الفول كامل. طبعا هنا عندنا زي السله، خلينا نقول. طبعا هي شكل اكثر من شيء عملي، فتحه سقف نظاميه موجوده جدا جميله، بتشوفها بعد شوي من الداخل. خلينا ننتقل للخلف ونشوف شكل الشنطه وطريقه فتح الشنطه. وهذه هي من الخلف، طبعا لا زالت حركه ثلاث انارات موجوده هنا زي ما شايفين، نفس الموجوده في الامام. بعدين خط متصل ولكن علامه سوزوكي شاقه الاناره في النص، فهذا شايفين. طبعا عندنا كلمه هايبرد، السياره مايلد هايبرد، يعني في عندنا محرك في الأمام يساعد الماكينة على التقويم وما إلى ذلك، فتحسن أداها شوي خاصة على سرعات النازلة. عندنا أول جريب، هذه معناها سيارة دفع رباعي مستمر، راح تشوفها في أي سيارة سوزوكي دفع رباعي أو رباعي مستمر زي اللي معنا اليوم. وطريقة فتح الشنطة، هنا زر يدوية طبعا زي ما تشوفين. والشنطة مساحتها تعتبر يعني وسط على حجم السيارة بحكم أنها كروس أوفر صغير. هنا عندنا سبير مؤقت. يلا خلونا ننتقل إلى داخل جراند فيتارا، ونبدا من الداخل مع جراند فيتارا تحديدا الصف الثاني. قبل ما ابداها خليني اوريكم شكل المفتاح. هذا المفتاح صغنون، واللون الازرق اللي وراه اتوقع على امام السياره نفس لون السياره. من الصف الثاني عندنا تكييف موجود في الاسفل، طبعا التكييف هذا مو مستقل، مرتبط بالتكييف الامامي. عندنا فتحتين شحن تايب ايل هو اليو اس بي العادي. من الداخل صراحه حجمها يعتبر مقبول، طبعا قدمت كرسي على طولي او وزنته على طولي، عن طول 176، وهذه المساحه اللي عندي معقوله، هذه مساحة الرأس. وطبعا سقف بنظامي بالكامل، فأكيد يقلل شوي مساحة الرأس، مع كذا أشوفها ممتازة. إرباقات واصلة موجودة هنا، شفنا على الإرباك، فمعناها فيها ستائر جانبية، وفيها جهة الأكتف للسائق والراكب، والتكاية الوسطية موجودة. صراحة مع أن حجمها في الخارج شوي حسه صغير، لكن من جوا فيها رحابة للأمانة. طبعا يعود دور واحدة منها من الأشياء اللي هو فتحة السقف بنظامية. والكراسي والله أنها حليلة صراحة، يعني أنا أشوف أنها جدا ممتازة على حجم السيارة. خلونا ننتقل الحين جهة السائق ونشوف وش المواصفات اللي فيها. والحين من جهة السائق في الجراند فيتارا، طبعا نبداها مع الشاشة 9 انش موجودة فيها. الطبلون طبعا هذا تعطيك اول ما تشغل السيارة تعطيك لفة 360 درجة حول السيارة، بحيث ان قبل ما تنطلق في رحلتك تشوف في شيء حولك ما حولك، لا سمح الله طفل، اغراض، شيء، بعدين تعطيك نظرة من الاعلى. فهذا ما يخص الشاشة. عندنا اعدادات عادية، ولكن في النصف في شاشة معلومات. ايضا عندنا هيد ديسبلاي، ولكن يبغالنا نشغل السياره اول. لكن عموما هذه السياره، ثواني شوف لما نوصل الشاشه. اوكي، هذه الشاشه تعطيك متوسط قراءات كم تمشيك السياره. تحت في عندنا شاحن وايرلس موجود، حساسات موجوده، تشغيل قاف السياره عند الاشارات، هذا بحيث انه تحافظ على البيئه والبنزين. انا ما احب الاشياء هذه، لكن هي موجوده. هنا تحكم التكييف، شايفين صراحه السياره معطيه طابع كذا سياره اوف رود اكثر من، يعني كذا تحس فيها جلافه شوي، ولكن نفس الوقت صراحه تعجبني التصاميم هذه. في الاسفل عندنا وضعيات قياده تقدر تتحكم فيها، في سبورت،
في عندنا سنو موجود، تلج موجود، وفي ضغطة زر تخليها اوتو، وفي شيء اسمه لوك. اللوك هذا يحاول يعني يعطيك قدر الامكان رباعي رباعي، يعني خلينا نقول انا بالنهاية هي دفع رباعي مستمر، ما هي 4x4 اللي هو تعشيق دبل وما الى ذلك. فتساعدك يعني حال انك يعني كان في زلقان، كان كنت في منطقة فيها ثلج راح تساعدك. ايضا اتوقع برا على خفيف يمكن تمشي السيارة. فهذه هي. عندنا هنا في الدركسون مثبت سرعة موجود، تحكم الصوتيات، وايضا رد واغلاق المكالمات، وايضا عندنا هنا تعشيق. طبعا الجير اوتوماتيكي ما هو سي بي تي، اوتوماتيكي عادي، وين تقدر تعشق النمر. بصراحه من الاشياء اللي استغربت انها موجوده في البروشور حق السياره والكتيب، نلقى حاطين لك نسب الجير، كل جير كم نسبته، وبالنهايه الفاينل ريشيو اللي هو خلينا نقول كورونتها كم رقمها. فصراحه اول مره اشوفها بروشور، او ما ادري هي موجوده، انا ما قد قرات بروشور. صراحه شيء حلو للناس الملقوفه زي تحب الاشياء، فيعطيك الفاينل ريشيو للسياره نفسها. طبعا تجي بست جيور والريوس موجود ايضا. والحين انتقل لجزئيه المحرك الجراند فيتارا. طبعا هو محرك واحد 1.5 لتر يولد 101 حصان مع جير ست سرعات، ست نمر خلينا نقول اوتوماتيكي، ما هو سي في تي او اي شيء ثاني. هذا ما يخص المحرك. طيب بالنسبه للصرفيه، الدفع الامامي من السياره هذه صرفياتها 19.8 رقم جبار، والدفع الرباعي المستمر 19.5، يعني فرق شيء بسيط بين الدفع الامامي او الرباعي. عموما طبعا كل هذا مرتبط مع نظام هايبرد، فهو اللي يعزز ويعطيك الصرفيه الجباره هذه. بالنسبه للفئات تجي بثلاث فئات السياره، الستاندر اللي هو الجي ال دفع امامي، بعدين جي ال اكس اللي هو اعلى فئه منها امامي ومنها رباعي مستمر. فحسب احتياجك خذ ام رباعي مستمر او دفع امامي فقط. هذه سوزوكي جراند فيتارا، واذا حاب تتعرف على اسعار سيارات سوزوكي الجديده والمستعمله حمل تطبيق مستعمل. والحين ننتقل الى اسعار جراند فيتارا. طبعا هي ثلاث فئات تبدا من 76000 ريال سعودي شامل ضريبه، وصلون الى 100000 ريال شامل ضريبه، وضمانها ثلاث سنوات او 100000 كيلومتر ايهما اسبق. كذا نكون وصلنا لنهايه تغطيتنا على السريع لجراند فيتارا من سوزوكي الجديده كليا. يعطيكم العافيه، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه، وشير المقطع مع اي احد حاب يتعرف على جراند فيتارا. انا عبد العزيز، مع السلامه.